مبارك لك على مشاركتك في الفيلم كمهرجان القاهرة السينمائي. السنة دي عايزين بقى تحكي لنا عن دورك في الفيلم وتوقعاتك ايه لردود الافعال. يعني الدور بنت اسمها سارة، هي بنت عادية جدا بس هي شخصيتها قوية متمردة شوية في الحياة، وحبيت الدور قوي لان وحبيت الفيلم عموما لانه بيناقش قضية مهمة، يعني حسن الناس ما بتتكلمش فيها كتير. ردود افعال بصراحة ما عنديش اي فكرة في الدنيا، عشان كل واحد ليه وجهة نظره في الحياة، بس أتمنى إن الناس تفهم الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها من الفيلم، وإن الناس تحبه وتشوفه كفن وفن مهم. إيه بقى الصعوبات اللي واجهتك خلال يعني تتعملي الدوري؟ هي دي كانت أول تجربة ليا كتمثيل بجد، يعني بعد ما كبرت وكده، وحبيت قوي ان هو فيلم قصير، وعملنا بروفات كتير، قعدنا فوق الست شهور بنعمل في بروفات قبل التصوير. ده ريحنا كلنا اظن، ان احنا كنا عارفين احنا بنعمل ايه وعارفين احنا بنعمل ايه كويس قوي، فده ادى راحه بصراحه. وايام التصوير كانت سلسه ولذيذه، بس التعب كان في بروفات. كان ان أستاذة كوثر طبعا ليها وجهة نظر يعني محددة قوي في الحياة، وهي عايزاها تطلع زي ما هي في دماغها، وأنا حبيت ده فيها جدا، والحمد لله أظن إن هو طلع زي ما هو ما كان في دماغها، وإن شاء الله يعجب الناس. هنا بقى عن تجربتك مع بطريقة طبعا كوثر، وإيه اللي استفدتي منها؟ يعني استفدت منها كتير قوي، هي قابلتني صدفة، والموضوع كله على بعض جه صدفة، وما كانش على البال ولا على الخاطر، بس اتبسطت قوي ان انا اتعرفت عليها. واول قعدة ما بيننا سألتني اسئلة كتير عن حياتي، وحكيت لها ودلقت لها عادي ولا كأنه، حاسة ان ده بالظبط. فده كان فيه راحة، واتبسطت قوي بالشغل معاها. عايزين برضو نسألك عن يعني انت من امتى بدأت تحسي ان انت عايزة تبدأي تمثيل، والموضوع قوي يعني خلاص بقى تبدي خطوات فعليا ان انت تبدأي في المشروع ده، خصوصا طبعا خالد حضرتك يعني فنانة الهام شهير. فعايزين بقى نعرف كده بدأت الموضوع ازاي، وهل كلمتيها ولا لأ؟ نحكي لنا بقى تفاصيل الاول. من الاول يا من وانا صغير انا عيلتي كلها بتشتغل في الفن، يعني أمي ستايلست، خالتي ممثلة، خالي ممثل، خالي تاني منتج، ولاد خالي مصور ومخرج، يعني احنا عندنا كرو كامل في البيت، يعني عامة نعمل فيلم كامل عادي، لناقصنا بس مهندس صوت لو حد حابب ينضم للموضوع. فاتربيت في لوكيشنات، وكنت طول الوقت بدعبس وبسأل. فانا الفكرة في دماغي ما كانتش تمثيل قوي اظن وانا صغيرة، على قد ما هي الله يا جماعة انتوا بتعملوا حاجات حلوة انا عايزة افهمها. بعدين في وقت ما بقى وانا صغيرة مثلت كده في حلقة مع الهام زمان وانا عندي مثلا بتاع 11 سنة، بعدها عملت مسلسل اسيا مع منى زكي، بس كل الحاجات دي بالنسبة لي ما كانتش اللي هو انا بدأت تمثيل خالص، هي كانت تسلية يعني لذاذة، حاجة عايزة اجربها، حاجة حباها. بعدين قبل ما ادخل الجامعة انا درست ديجيتال ميديا في دبي، كنت مش عارفة بصراحة أنا عايزة أوصل لإيه بالظبط، يعني هل إخراج، هل كتابة سيناريو، هل تصوير، لأن أنا بحب كل الحاجات دي بجد، وحابة أن أنا أعملها في وقت ما في حياتي، بس التمثيل دايماً كان واخد عندي حتة أعلى منهم كلهم، لأن بحس أن الدنيا قصيرة قوي، وأنا مش هقدر أبقى غير إلهام صفية الدين اللي تربت في البيت ده بالطريقة دي بالشخصية دي، فحاسة ان انا عايزة ابقى كل البني ادمين، وعايزة ابقاهم بجد، يعني عايزة اعيش كل الحاجات اللي ممكن تتعايش، وعايزة ابقى دكتورة والمحامية والفقيرة والرقاصة، وعايزة ابقى كل الناس. فحاسة ان هو ده اللي حببني في التمثيل قوي، ان الواحد يقدر يعيش 100 مليون حياة بدل حياة واحدة. هل رحتي او سألتي او يعني الاستاذة الهام شهيد ان انت مثلا تسأليها في نصايح في مساعدة، ولا كان كله اعتماد ذاتي؟ بصراحة ما باخدش رأيها في حاجات كتير وهي بتتضايق من ده، بس حاسة ان انا عايزة مسيرتي في الفن تبقى مسيرتي انا، وعايزة اتعلم من اخطائي، يعني انا لازم يعني اغلط عشان لازم المرمطة دي عشان اتعلم منها، لو حد قال لي ممكن عادي، ولا بس في حاجات طبعا باخد رأيها فيها، يعني في حاجات باخد رأيها فيها لان خبرة أستاذة إلهام شاهين، يعني مش هزار. يعني رد فعلها على الفيلم إيه لو هي شافته؟ يعني أكيد شافته، فقولنا بقى إيه كان ما لمحتش منه كدر.
وقلت لها انت مش شوفيه لحد اما نبقى كلنا متجمعين كده وتشوفيه مع كل الناس، وابقى اشوف بقى ساعتها رد الفعل ايه. كلمينا كده عن اللي ممكن تعمليه الفتره الجايه، وايه الفتره اللي انت الجايه حابه تعملي ايه؟ انا حابه اعمل كل حاجه. مش حاجه مش عايزه اعملها، عايزه اعمل كل حاجه. نفسي اعمل فيلم سينما يعني. يعني دي الحاجه اللي انا لسه ما عملتهاش. عملت مسلسل وعملت الفيلم القصير، بصور سوب اوبرا 192 حلقه وسط البلد، ومكملين كمان سيزون 2. فهو شخصيه اسمها ريم دي بقت جزء من شخصيتي انا شخصيا، بنصور بقى لنا سنه تقريبا وبيتذاع، ومبسوطه قوي بيه. بس عايزه برضو يبقى في حاجات تانية مختلفه في الحياه. نفسي في حاجه كوميدي مثلا الفتره الجايه، حاسه ان دي حته انا ما عرفتش منها لسه. شكرا. اي عايزينك بس توجهي كده رساله لرئيس المهرجان فنان حسين فهمي، تحب تقول ايه؟ احب اقول له يا استاذنا كلنا بجد 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 ان شاء الله السنه دي تبقى احلى سنه للمهرجان عدت علينا، وان كلنا حاطين ثقتنا فيه ان هو يعلي المهرجان ويعلي اسم الفن بوجوده بس وبدماغه باللي هو عايز يحققه. وحابه اقول له ان شكرا ان انا موجوده معاه في المهرجان وان فيلمي موجود، وعايزه اتمنى له كل التوفيق في الدنيا يا رب. ايه الافلام اللي انت حاسه ان انت تتفرجي عليها في المهرجان السنه دي؟ انا عايزه اتفرج على كل الافلام. انا بحب المهرجانات ان انا اتفرج على كل حاجه، لان بحس ان في المهرجانات في مواضيع كتير ممكن نطرحها وحاجات كتير ممكن نشوفها مش بنشوفها في اي حته تانية يعني، ولا في سينما ولا في التلفزيون ولا في اي يعني مش في اي حاجه من الحاجات دي. فببقى نفسي اتفرج على كل الافلام، بس مفقوده تصوير فمش لاحقه، بس هحاول على قد ما اقدر ان انا اشوف اكبر قدر ممكن. يعني ايه الفرق بين ان احنا نبني شخصيات هنا عندنا وبره؟ هو في فرق صراحه، بس ده مش معناه ان هنا اوحش او احسن. والدنيا كلها في جمله مش فاكره مين اللي كان قايلها بصراحه، وحاسه انها اتعادت كتير من ناس كبار كتير، ان احنا ممكن نبقى كلنا بنتكلم لغات مختلفه عن بعض، بس في الاخر كلنا بنتكلم لغه السينما، لغه الفن. دي جمله انا بحبها قوي، لان الواحد بيقدر يحس في حاجات كتير انا شفتها فيها عمق قوي للشخصيه وطريقه كتابتها وتفاصيلها الصغيره قوي. الكلمه مثلا اللي بتتعاد في كذا جمله، التون الواحد مثلا، الجمل القصيره اللي ورا بعض، لما الواحد بيتكلم بيبقى كل كلامه كبير. يعني بحس ان الحاجات دي مهمه، والحاجات دي بتفرق جدا، بتفرق جدا 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 مع المشاهد ومع اللي بيمثل كمان، ان هو يقدر يمسك شخصيه، لان انت بتبقي متحجمه بالورق ما بتجيبيش حاجه من دماغك. حاسه ان يمكن انا هقول مش هيهمني بصراحه، بمنتهى الصراحه حاسه ان كل مجتمع متعود على حاجه معينه. فحاسه ان الناس اللي بتبقى بتشتغل ورا كاميرا وقدام كاميرا وفي اي شغلانه اكتشلي بيبقوا حاسين ان هم لازم يبقوا شبه اللي المجتمع اتعود عليه. انا شخصيا مش ضد ده، بس مش مع ده طول الوقت. بحس ان لا، على فكره المفروض ان احنا نلعب ونجرب ونعمل حاجات مختلفه وندخل في تفاصيل الشخصيه، لان احنا بجد كلنا بني ادمين وكل واحد ليه تفاصيله. فلما الحاجات دي ما بتبانش في حوار مكتوب او في طريقه كتابه، بحس ان دي ولا هتساعد العمل ولا هتساعد الممثل ولا هتساعد الكاتب ولا هتساعد حد. فاتمنى يعني ان يجيلي ادوار فيها ديتيلز كتير. طب لو الناس اللي ما اتفرجتش على الفيلم، تحبي تقول لهم ايه؟ تشجعيهم ان هم يخشوا يتفرجوا على الفيلم؟ الفيلم بيناقش قضيه المجتمع بيشوف الراجل ازاي والست ازاي، يعني ايه اللي بيخلي الراجل راجل وايه اللي بيخلي الست ست. فحاسه ان دي حته احنا ما بنتكلمش فيها كتير، لان في معظم الاعمال المصريه والعربيه عموما يعني الناس ما بتدخلش في ده قوي، الست ست والراجل راجل. فاحنا بنناقش بقى
حتة كده في الموضوع ده، فأتمنى أن كل الناس تشوفه، أتمنى أن الناس تبسط بيه. للفيلم ايه ده، الاثنين لازم يبقوا متحمسين جدا. لا لا، هي مش فكرة ان اي حد كسب في الموضوع، لا خالص، هي بس بتناقش التعامل بين الست والراجل بيبقى عامل ازاي، ومش هقدر اقول لك اكتر من كده بصراحة. شكرا جدا. شكرا ليك، وبارك لك جدا والله على المشاركة، وان شاء الله ياخد. اتمنى اتمنى اتمنى، ادعوا لي كلكم، اتمنى. احنا منافسة قوية. شكرا جدا. شكرا.